شوربه المكرونه نقول مقاديرها الاول وبعدين نشوف الطريقه. النهارده مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ ربع كيلو من صدور الفراخ ونقدر نستغنى عنها. عندنا كمان كوبايه من المكرونه الصغيره، المكرونه اللي هي الخواتم الصغيره، بصله صغيره مفرومه، عندنا فصين من الثوم المفرومين، جزرايه متقطعه مكعبات صغيره، عودين كرفس فرنساوي متقطعين صغير، نص كوبايه من البسله، عندنا كمان نص كوبايه ذره حلوه، 2 مكعب مرق الدجاج ماجي، وعندنا كمان معلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من الصلصه، وملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين المقادير كلها بسيطه وكلها مغذيه جدا. هبتدي احط حله على النار. زي ما قلنا الوصفه دي ينفع نشيل منها خالص الفراخ لو مش متوفره ونشتغل بعد كده ببقيه المقادير عادي جدا. النهارده عندي صدر فرخه او ربع كيلو من صدور الفراخ متقطعين مكعبات صغيره علشان اخلي الوجبه كلها تكون وجبه متكامله، زي ما قلنا عشوه كده لطيفه جدا طعمها حلو وتدي دفى. هبتدي احط السمنه، معلقه كده من السمنه، وهسيب السمنه تسخن كويس جدا. عندي الجزر والبسله، الجزر تقطعيه قطع صغيره جدا عشان يلحق يستوي معانا في الشوربه، والبسله لو احنا مفرزينها هتبقى هايله جدا مش تاخد وقت، ولو فريش هنحطها ونسيبها شويه تستوي قبل ما نبتدي نحط اخر حاجه معانا هتكون المكرونه. هبتدي اخد الخضار بقى معايا، وادي البصل والثوم، هستنى بس السمنه تسخن معانا كويس. زي ما قلنا لو هنحط فراخ في الوصفة يفضل ان احنا نقطعها صغير جدا، كل ما تقطعت صغير كانت افضل لينا، بحيث ان احنا واحنا بناكل الشوربة بالمعلقة يبقى قطع الفراخ معانا مش كبيرة وضخمة في المعلقة. تمام، يلا بينا بقى نبتدي ننزل بالفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. افرد الفراخ كده في الصينية او في الحلة اللي احنا شغالين فيها علشان تبتدي تتشوح كويس جدا. طيب هعمل الشوربه بس مش هحط عليها مش هحط معاها فراخ، وهكتفي بمرق الدجاج ماجي اللي معانا النهارده اللي هتخلي طعم الشوربه هايل جدا. هعمل ايه؟ مش هحط الفراخ في الاول، هننزل بالسمنه كده زي ما سخناها، وابتدي بعد كده انزل بالبصل والثوم، وبعدين بقيه الوصفه زي ما هنكمل مع بعض. اما لو عندي فراخ فهي هتكون اول حاجه تتحط في السمنه زي ما عملنا دلوقتي. هدي تشويحه كويسه للفراخ، تقليبه كده من وقت للتاني. البصله مفرومه فرم ناعم متقطعه حتت صغيره جدا عشان برده ما تبقاش واضحه وباينه معانا في الشوربه، وعندي فصين من الثوم ما تكتريش، هما فصين 2 بس مفرومين. اول ما تلاقي الفراخ خلاص ابتدت تاخد اللون الابيض اللي هو لون التسويه بتاعتها، هبتدي انزل عليها بالبصل ونكمل تشويح. كده النتيجه كويسه، يلا بينا ننزل بالبصل واشوح البصل مع الفراخ واديله تشويحه لغايه ما يدبل. النار تكون عالية علشان تساعد معايا على طول ان البصل والفراخ وكله يتشوح على طول على طول. اكتر خضار معانا هياخد وقت هو البسلة والجزر، وعندي كمان ناخد الكرفس. الوصفة دي ينفع نضيف فيها المكرونة زي ما هي نية من غير اي تحمير من غير اي حاجة، او ان انا اخدها في طاسة تانية على جنب ونبتدي نديها تشويحة كده بمعلقة زيت. تعالوا نشوحها. يلا احط طاسة على النار واحط فيها نقطتين زيت كده وابتدي اشوح المكرونة. ممكن هنا نستبدل المكرونة بلسان عصفور او شعرية على حسب راحتك او على حسب المتاح عندنا في البيت. ننزل بقى المكرونة ونبتدي نديها تقليبة في الزيت، شويه زيت صغيرين خالص او معلقه سمنه صغيره، واشوح المكرونه خليها تتحمر وتاخد معانا لون ذهبي على ما الفراخ والخضار اللي عندنا على النار يتشوح. البصله اهي بدات تدبل،
ايدينا بقى في المكرونة، عشان المكرونة من الحاجات اللي على طول، خاصة البوتاجاز عالي، النار عالية، فعلى طول هتلاقيها بدأت تاخد لون معاكي، هي والشعرية ولسان عصفور، الحاجات دي لازم على طول يبقى ايدك فيها علشان ما تتحرقش وكلها تاخد نفس اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. خلاص كده البصل مع الفراخ اتشوحوا كويس، يلا ننزل بقى بفصين الثوم المفرومين وندي تشويحة. هنشوحهم لغاية ما نلاقي ريحة الثوم بدأت تظهر معانا، وبعدين بقى عندنا البسلة، الجزر، الكرفس، هننزل بيهم كلهم مع بعض، واغطي الحلة واسيبها كده في البخار بتاعها تبتدي الخضروات اللي انا حطيتها تستوي، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. وما ننساش المكرونة. يلا بينا بقى، خلاص ريحة الثوم ظهرت وبقت جميلة جدا، هحط الكرفس. الكرفس من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتدي طعم حلو قوي قوي للشوربة. ونحط كمان الجزر، زي ما قلنا نقطعه قطع صغيرة. وادي كمان البسلة، ونقلب. وتعالوا كمان نضيف مكعبين من مرق الدجاج ماجي، وزي ما قلنا نقدر نستغنى عن الفراخ اللي احنا حطيناها في البداية ونكتفي بالمرقة اللي هتدي طعم حلو جدا جدا للشوربة. ادي التانية. هنا بقى طالما حطينا مكعبين مرق الدجاج ماجي، نراعي كويس جدا في الملح لانها بتحتوي على الملح، فممكن ما نحتاجش ملح غير حاجة بسيطة جدا جدا. وبعد ما خلاص حطينا معلقه السمنه في البدايه، حطينا عليها قطع الفراخ اللي متقطعه صغير جدا اللي احنا قلنا ممكن نستغنى عنها مفيش مشكله، شوحنا الفراخ كويس، وبعدين نزلنا بالبصل قلبناه مع الفراخ دقيقتين كده لغايه ما دبل، وبعدين حطينا فصين من الثوم المفرومين قلبناهم كويس لغايه ما ريحه الثوم طلعت. بدانا بعد كده ان احنا نحط الخضار اللي هو كان جزر، بسله، كرفس دلوقتي، وحطينا كمان مكعبين من مرق الدجاج ماجي اللي هتخلي طعم الشوربه حكايه. هغطي دلوقتي على الخضار مع الفراخ واسيبهم في البخار اللي هيطلع منهم علشان يستووا كويس قبل ما ابتدي اضيف اي حاجه تانيه. ممكن كمان نضيف رشه من الفلفل الاسود. تمام، هايل. هغطي واسيب الكلام ده على نار هادية علشان الخضار معايا يستوي. الناحية التانية كنا حاطين معلقة زيت صغيرة او معلقة سمنة، وبدأت ان انا ادي تشويحة للمكرونة. وزي ما قلنا نقدر نحط المكرونة في الشوربة من غير تشويح وهي نية، وممكن نحمرها زي ما تحبي، انا حمرتها تمام عشان تفضل محتفظة بشكلها اكتر وقت ممكن. تمام، مكملين مع بعض الشوربه، شوربه المكرونه، الشوربه كده اللي بتساعد على الدفى اليومين دول كده، زي ما انتم واخدين بالكم الدنيا الجو فيها لطيف شويه، محتاج حاجه كده دافيه نشربها خاصه بالليل في الجو البرد. خلاص الدنيا بقت تمام، الخضار فعلا استوى والدنيا بقت زي الفل، الريحه طالعه حلوه جدا جدا. فاضل دلوقتي معايا من المقادير المكرونه اللي احنا كنا ادينا لها تشويحه بمعلقه زيت صغيره بقى لونها ذهبي وجميل، عندي كمان معلقه صلصه والذره الحلوه بتدي طعم حلو جدا، ولو مش حابين نضيفها او مش متوفره ممكن نشيلها من الوصفه. دلوقتي عندي ميه مغليه، هبتدي احط حوالي لترين كده من الميه. حلو جدا، وانزل بقى المكرونه. هنحط كمان معلقة الصلصة اللي هتدي لون حلو جدا. تمام، واخدين بالكم من مكونات الشوربة قد ايه جميلة وقد ايه طعمها بقى حلو قوي. هحط دلوقتي الذرة، ممكن كمان عشان نزود كده الدفء ممكن نحط قرن فلفل حامي يكون مفروم لو احنا بنحب الحاجه مش هتشطه، او رشه من الشطه هتدي بقى كده ايه طعم حلو قوي، وكمان تساعد كده على جريان الدوره الدمويه وتدفي. تعالوا بينا نحط شويه ملح ونخلي بالنا عشان احنا
كنا استخدمنا مرق الدجاج ماجي فمش محتاجين ملح كتير، وكنا حاطين فلفل اسود. انا دلوقتي هستنى الشوربه بتاعتي دي تغلي غلوتين اتنين وهطفي عليها خلاص، مش محتاجين حاجه تاني، بس هسيبها متغطيه 10 دقائق بالظبط وابتدي اغرفها، تكون المكرونه استوت والدنيا زي الفل. اول ما تغلي هطفي واغطي عليها على طول. كده خلاص شوربتنا الجميله خلصت، يلا بقى خلصوا وقوموا اعملوها على طول. ابص على الشوربه، شوربه بدات تغلي، هستناها تغلي غلوتين كده كويسين واغطي واطفي النار خالص واسيبها بقى تستوي براحتها من غير اي حراره. نرجع للمكرونه بتاعتنا اللي غليت والدنيا تمام، شايفين لونها لسه المكرونه ما كملتش تسويتها، بس دلوقتي هنقدر ان احنا نغطي ونطفي ونسيب المكرونه 10 دقائق بالظبط ونبتدي نغرفها وتكون شوربه المكرونه جاهزه معانا. الله، يعني احنا طافيين عليها وعماله تبكبك في الحله، بصوا كده ما شاء الله تحفه جدا جدا. المكرونه خلاص استوت، طبعا الفراخ كانت استوت هي والخضار اللي معانا. ايه رايكم تعالوا نغرفها؟ هجيب مغرفه، حابه تزودي الشوربه شويه ممكن نزود شويه ميه تانيين مغليين، مفيش مشكله خالص. خدين بالكم بقى من الالوان، المكونات اللي محطوطه كلها حاجات طعمها حلو قوي، زي ما قلنا بقى في الشتاء ده طبق منها كده بالليل، يا سلام، يعني خلي الدنيا ما فيهاش شتاء خالص. الجو امبارح كان لطيف جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل كده تمام. الشوربه شكلها حلو قوي، مش محتاجه اي حاجه جنبها خالص، فيها بروتين وفيها الخضار وفيها النشويات اللي هي المكرونه وشوربه والدنيا زي الفل، فما شاء الله كده وجبه متكامله. زي ما قلنا عشوه حلوه جدا خصوصا في الشتاء، يعني طعمها جميل جدا. عملنا شوربة المكرونة بالخضار، تعال نقول المقادير بتاعتها. احتاجنا فيها ربع كيلو او صدر فرخة متقطع مكعبات صغيرة جدا، كوباية مكرونة صغيرة او شعرية او لسان عصفور اي حاجة بتحبيها، بصلة صغيرة مفرومة، فصين من الثوم مفرومين، كمان عندنا جزرية متقطعة مكعبات صغيرة جدا، وعودين كرفس فرنساوي متقطع صغير، نص كوباية بسلة، واحتاجنا كمان نص كوباية ذرة حلوة لو متوفرة. عندنا كمان 2 مكعب مرق الدجاج ماجي، ومعلقه كبيره من السمنه، ومعلقه كبيره من الصلصه، وملح وفلفل اسود، وزي ما قلنا برده نقدر نستغنى عن الفراخ وتبقى شوربه مكرونه بالخضار بس، ونكتفي بمرقه دجاج ماجي اللي احنا حطيناها. في الاول حطينا معلقه السمنه، شوحنا الفراخ كويس جدا، وبعدين البصل برده ادينا له تشويحه كده مع الفراخ، بعد كده نزلنا بالثوم، استنينا ما ريحه الثوم طلعت والدنيا بقت تمام، حطينا مكعبين مرقه وحطينا البسله والجزر والكرفس، وغطينا على الخضار بتاعنا علشان يستوي على نار هاديه. بعد كده ابتديت اضيف الميه المغليه، واضيف كمان الملح والفلفل، وحطينا المكرونه بعد ما الميه او الشوربه بقى غليت، حطينا المكرونه وحطينا الذره الحلوه وسبناها غليت غلوتين، غطينا وطفينا وسبناها 10 دقائق استوت وقت زي الفل.